السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. هذا النهار غادي نحضر معكم الدجاج المحمر بالنسبه للمبتدئات. المهم غادي نشارك معكم طريقتي وكنتمنى تعجبكم ان شاء الله. المهم غادي نبدا نيشان بالمقادير. عندنا هنا المروزيه ديال الدجاج، معلقه ونص، وعندنا 3 معالق ديال الزنجبيل او السكينجبير، عندنا 3 معالق ديال الكركم او الخرقوم، وعندنا كذلك 8 عندنا كذلك عفوا 3 المعالق ديال الابزار، عندنا واحد 6 ديال الفصوص ديال الثوم، يعني حسب على حسب الدجاج شحال عندكم، واش كثير ولا قليل. حتى بالنسبه للعطريه اللي عطيت يعني تقدروا تزيدوا كيف ما تقدروا تنقصوا. بالنسبه لهاد الضامه ديال الزعفران ولا كنور زعفران، كندير 2 ضامات مع 1 كنور، وما غاديش ندير الملح نهائيا لانه عندنا الحامض مصهر وعندنا هاد الكنور حتى هو مالح، ما غاديش نديرو الملح نهائيا حتى نشوفو لا يكون مالح. هنايا صافي غادي نحك الثومه وغادي نحيد داك الحامض حتى هو، غادي نحيد له اللب ديالو فقط، ماشي القشره، فقط غير اللب ديالو غادي نحيدو له حتى هو، يعني نزولو، وغادي يبقى داك الفوقاني ان شاء الله للتزيين. ان شاء الله غادي نزينو ان شاء الله في الاخير مع الهريسه. المهم غادي نستمر في وضع المقادير. هنا غادي نضيف الربيع وغادي نضيف البصله تكون محكوكه ولا مطحونه، انا دوزتها في الطحانه طحنتها، وكذلك الربيع حتى هو مقطع. صافي غادي نخلط هاد العناصر كاملين حتى يتجانسوا مع بعضهم. وهنا ان شاء الله غادي نضيف واحد كاس صغير ديال الزيت ولا نص كاس كبير ديال الزيت، زيت العود طبيعة الحال كما كيف كتشوفوا. هنا ضفت معلقه ديال الهريسه، وضفت معلقه ديال السمن، وضفت ورقه موسى، ما بينتهمش فاش لحتهم ولكن غادي نوريهم لكم دابا. صافي غادي ندير غنشرمل الدجاج مزيان، نحاول ما امكن يعني هذا الشرموله كامله يعني تشرمل بها مزيان باش يدخل فيه الشرموله باش يجي بنين ان شاء الله يجي مزيان. المهم غادي نستمر هكا حتى نكمل الدجاج ديالي كامل. وها بالنسبه للسمن وورق موسى والهريسه، وما نسيت ما تصورش ليا المقطع فاش كنت درتهم، وضفت حتى كاس ديال الزيت، كاس ديال الزيت العود. صافي بالنسبه للدجاج ديالي ها هو، بعد ما شرملته وقديته ان شاء الله دابا غنغطيه، غادي يبقى ليله كامله حتى الغد اللي عاد غادي نطيبو ان شاء الله. وها نتوما معايا تتم ديال الفيديو. هنا بعد ما بات ليله كامله هو هذا كيف كتشوفوا، غادي نحطه في الطنجره، وهاد لاصوص هذه اللي بقات حتى غادي نكبها ونزيد عليها الماء. صافي انا غادي نوضعه في الطنجره كيف ما قلت، وغادي نغطيه بالماء كامل، وهاد لاصوص هذه غادي نضيفها حتى هي فوقه. انا هنايا درت لي واحد الخيط، هنا لويت عليه الخيط مزيان حيت خفت لي يتحل ليا. نتوما ديروا الخيط عي من الفوق ومن التحت، انا كثرتو لي باش يعني نتاكد 100% بانه ما غاديش يتفك. صافي ها هو الدجاج ديالي كيطيب. صافي واحد شويه غادي كل مره غادي نقيسو بداك القطيب باش نشوف واش دخلوا الطياب ولا ما دخلوش. هنا بالنسبه للكبده والقنصه وسميتو كنسلقهم في واحد الكاسرونه حتى هما مع ورقه سيدنا موسى وشويه تاع الزعتر حتى كيتسلقوا، عاد كنحطهم بوحدهم في واحد الكاسرونه بوحدهم. هنايا سمحوا لي كاين البخار ما كيبانش لكم مزيان، ولكن هو هذا صافي
نحاول نتبقوا باش يدخلوا طياب. انتم كيف كتشوفوا لي تبان لكم شي حاجه صافي. المهم غادي نستمر هكا حتى يبان لي الدجاج ان شاء الله طاب. صافي غادي نحيدو غادي نخليه يتقطر، وهذيك لاصوص اللي غادي هذيك لاصوص اللي غتبقى ليا غادي ناخذ واحد جوج بصلات كبار ولا ثلاثه البصلات يعني على حسب باش الدغميره تجي خاطره. غادي نضيف نقطع البصلات ولا طحنهم بحال بحال وضيفوهم وخليو المرقه تختار. هنا هذه الكاسرونه ديال القنصه بوحدها هي والكبده قطعتها بوحدها ودرت ليها المرق من الطنجره الاخرى. صافي هي هذه غادي تطيب ان شاء الله حتى هي وغتختار ليها المرقه. ودابا غندوزو نحمرو الدجاج. الدجاج ديالي ها هو كندير في واحد الكوكوط تكون كبيره ندير فيه الزيت بالنسبه اللي بغى يقلي يحمرو اللي بغى يديرو في الفران. صافي غتحطو غير في الطاوه دهنو بشويه ديال لاموطارد وشويه ديال الزبده صافي وخلاو يتحمر. هنا انا غادي نستمر كيف كتشوفوا هو تيجي حمر تيجي حمر وزوين وصافي. هادشي اللي كاين. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وما تنساوش ديروا لي جيم وخليوا لي تعليق. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليوا لي لايك وتعليق. شكرا على المشاهده والى فيديو جديد ان شاء الله. نخليكم هو الدجاج بعد كيف ما كيجي بالنسبه للتقديم يعني تقدموا كيف ما بغيتوا ما كيجي محمر وتيجي بنين بالطريقه اللي هذا. كنتمنى تكونوا فهومه وتكون عجبتكم.